الحمد لله، يعني اليوم نحن سعيدين بعملية وجود هالبطولة، هذه بطولة الماستر والدبليو بي تي، انه يختار ابو ظبي لإقامة الماستر من ضمن بطولات الماستر الموجودة في العالم. هذا شيء يعتبر إضافة كبيرة، يعني بطولة البدل جت من بعد اهتمام كبير من المجتمع اولا، يعني قبل ما تبدا المؤسسات المجتمع والافراد بدأوا في عملية الاهتمام في الرياضة هذه، فكان من الواجب علينا بعد ان احنا ندعم وجود بطولات كبيرة على مستوى عالي يشوفون فيها الافراد المجتمع اللي يمارسون هاللعبة افضل 32 لاعب في العالم مشاركين، من غير طبعا الالعاب التصفيات اللي مستمره، فعندك ما يقارب من 60 افضل لاعب في العالم موجودين وبيدخلون في التصفيات على الجانبين، الجانب الرجال وجانب النسائي. وسعيدين ان اليوم ان في عندنا امكانيه ان احنا نعطي الفرصه لشبابنا، شباب منتخب الامارات ومن العنصرين الرجالي والنسائي للمشاركه، ومحظوظين ان عندنا راح يتسجل يعني عبد الله لاعب المنتخب مع فارس كأصغر فريق يشارك في الـ WBT وتبدأ رحلتهم في نقاط الماستر، لأنه مجرد مشاركتهم يعطيهم نقاط، فهذا يعتبر حافز كبير. فنتمنى كل التوفيق لهم، نشكر اتحاد البادل صراحة على تعاونهم، نشكر جيمول مدن على التعاون الموجود، بريد الإمارات اللي تعاون معنا في أن نحن يكون عندنا بطولة مجتمعية تسبق هالبطولة وتؤهل المشاركين لبطولة الماستر. بالتأكيد نحن إن شاء الله دوري البادل تنس بديناه كمرحلة تجريبية في أبوظبي السنة الماضية، راح نبدأ السنة هذه وعندنا برنامج إن شاء الله بالتعاون مع اتحاد البادل إنه بيكون في بطولات مبرمجة اوريدي فعليا، فيه حاليا نظام جميل عند اتحاد البادل بوجود نقاط في مناطق معينة في الدولة، فبالتالي راح يكون في إن شاء الله نقاط أكثر وبطولات أكثر عندنا في أبوظبي.